انتخابات. ننتقل على شيء تيار المستقبل رياض، منه اللي مشارك مقاطع منه بالانتخابات. مشارك بالانتخابات واللي داعي للمقاطعه. اوكي، هلا حقه. قلنا موقف سياسي حقه يدعي للمقاطعه، بس انك تشتري هويات بطرابلس للعالم تقاطع ويندفع 5 مليار بحسب ما وثقنا نحن. بطرابلس. بطرابلس. اوكي. لا بعفوا عفوا 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 بعلبك 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 الهرم بعلبك شو القصة؟ ردني على طرابلس ضيعني. اوكي، 5 مليار يا اخي. لا لا، هو هيك عم بيقول هيدا الشخص. خلينا نشوف التسجيل، نرجع نشوف المواجهة مع الشخص اللي هو مسؤول هيدا السيد يوسف الخرفان اللي هو مسؤول احد مسؤولي تيار المستقبل بمنطقة بعلبك. خلينا نسمع على الفيديو اللي معه. كلنا انا ما حتقدم متاخر معك، بس بعد العيد كله ماشي على اول. لو بعت لنا هاي هي المشكله، كنا عم نحكي نحن وحياة الله الله بيروت تفاجئ. انا بدهم كل شيء واقف مع صالح الحريب بيوقف على خاطر، يعني هن عاملين هاي وما تفاجئ وهلا قد العالم واقف ما كان متفاجئ. يعني مثلا معنا والله بس صدق انا هلا عندي شعبين هوية قريبين ومسدين ما بفهم. يعني تصور انا اضطريت دقيت لهم تليفون دار السبع، قلت لهم شو رايكم؟ انا ما في كمان اتورع، قلت لهم بصرف انا ما معي لبناني، بصرف دولار وبدفع لكم وبتعطوني اياهم انتم. قال لا لا بسحبكم فيها، بنعطيك من سلمك وبتفوت بعد العيد من كل باب. خلص هيدا انا دغري بيت، وانا بقول خلص سيدك انت مش خلص من عيوني بعد العيد. هلا في شغل مني عليها ان شاء الله. بس ما متوقعين كنت قبل العيد هيك كثير ضغط، كان على اساس ما عم تقول العالم كله اغلبيه والله اغلبيه. شو جايين امورك؟ لا ومنيحه نحن بادره اللي قاموا فيها ببيروت. لا انه مع المقاطعه وبحسب الفيديو، لا ما انا عم اقول بحسب الفيديو كمان واضح انه حاجز 40 هويه بيقول له عندي بدي ادفع لهم، ودفعنا وعم يقول دفعنا 5 مليار اجوني من بيروت ومن بعد العيد بدنا نشتري هويات اكثر لحتى نقاطع، وهيدا اثبات لشعبيه الرئيس الحريري. بس بيسوى يكون عم يكذب، يعني هذا يبين اذا خلي القضاء الاجهزه يطلع الرئيس سعد الحريري يرد. اذا خلونا نسمع الاتصال معه للسيد يوسف الخرفان. الو، مرحبا. هلا سيد يوسف الخرفان. اهلا 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 اهلا، مش شايف كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. دخلك بعدكم شغالين بقصة مصادرة الهويات؟ لا بعدكم عم تدفعوا للهويات ولا وقفتوا؟ هويات شو هي؟ معي فؤاد؟ لا، معك هادي الأمين، تلفزيون جديد. تلفزيون يا عيني يا حبيبي، كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. شو في فيديو إلك حاجز عندك 40 هوية ودافع 5 مليار لتحجز هويات لتثبت لسعد الحريري إنه عنده شعبية. حبيبي يا حبيب قلبي، مين معي؟ معك هادي الأمين، تلفزيون جديد. عم بعطيك حق الرد على موضوع دفعك اموال لتحجز. مغلبة بالرقم يا حبيب القلب، مغلبت بالرقم مع صورتك واسمك ورقمك يا سيد يوسف. يا حبيب قلبي شوف من شيء من حرام دفشك علي. في عندي فيديو يا عزيزي لك. يمكن يكون عم بيطير فيولك، بس يعني ما بعرف. على كل منيح ما حكينا معه لانه مجرد يعني مواطن عادي، يعني هذا مفروض بحسب اهل المنطقه هناك من الاشخاص المحسوبين على انهم مسائل تيار المستقبل.